استاذ هاني يونس المستشار الاعلامي للسيد رئيس الوزراء ومتحدث باسم وزاره الاسكان. استاذ هاني مساء الخير. هل عندكم رصد بحجم التعديات اللي او المخالفات اللي رصدتها الدوله؟ اهلا وسهلا بحضرتك وسهلا المشاهدين. خليني قبل اقول لحضرتك السؤال ده اكد على اللي قاله احد المحافظين اللي كان معاكم في التقرير لما قال اي طوبه هتتحط هتتزال، ومش بس هتتزال، هيبقى في قضيه تتحول للنيابه العسكريه. فالدوله مصممه زي حضرتك ما قلتي في مقدمه التقرير انها لن تسمح بعوده ما كان يحدث سابقا. احنا كدوله قطعنا شوط كبير يشهد به الجميع في تطوير المناطق العشوائيه غير الامنه اللي كان كلها بنى مخالف، واهالينا كانوا بيسكنوا في مناطق غير امنه بتودي بحياتهم، اما صعقا اسلاك الكهرباء او موتا في مقرات السيول او تحت سفح الجبل، وده شفناه في اوقات سابقه. فلن نسمح ان حد يتغني في هذه الازمات وفي نفس الوقت يولد موتى على غناه. الدوله متاهبه كلها، ساعه اول ما سيادة الرئيس اتالف بسرعه التحرك مع اي مخالف بناء او تعدي على املاك الدوله اللي برضه قطعنا فيها شوط كبير جدا في السدات. الاف الافدنه اللي كان متعدى عليها من ازمنه سابقه والحمد لله استردناها في السنتين اللي فاتوا، مش هنسمح ان ده يتكرر تاني. سياده رئيس الوزراء عقد اجتماع على الفور مع وزير التنميه المحليه ووزير الداخليه، وكان بيحضره عدد من المحافظين ومدير الامن، وكانت التعليمات واضحه، التعامل بحسم وبشده مع اي مخالفه بناء. وحتى رئيس الوزراء قال ما تاخدكوش بيهم رحمه. اي مخالف وانت واحنا بنتفرج على الفيديوهات دي، يا ريت يا جماعه الصوت يبقى معانا، معانا رشز تانية. الناس بقى بتصوت وبتلطم، ويعني انت مش متخيل اكيد، يعني بتفرجتوا على فيديوهات الوضع فيها حتى على موقع الالكتروني لاحد المراكز في احدى المحافظات، عمل اكتر من 7.5 مليون مشاهده، والناس تعليقاتها كلها ايجابيه مع الدوله، وبتقول انا بقرا وبتابع كويس جدا، وبتقول كلها ما تسمحوش تاني بالمخالفات دي، لان هنرجع كلنا نعاني من ويلات هذه المخالفات بناء عشوائي. جزء من المخالفات دي يا هاني في المدن الجديده، وده خطر مهم جدا. ازاي لحقت المدن الجديده يبقى فيها مخالفات؟ انا عندي يا فندم تقارير صحفيه نشرتها بالنسبه للمدن الجديده على وجه الخصوص، ان تقريبا رؤساء اجهزه المدن بيتعاملوا يوميا مع اي محاوله، خصوصا ان المخالفات اللي بتحصل في المدن الجديده بتكون مخالفات للتعليه، اللي عايز يعلي من غير رخصه في التوقيت ده علشان يستفيد من قانون التصالح في مخالفات البناء. اولا بقول لهم مفيش حد هيتصالح بعد القانون ما خلاص طلع، فبالتالي لو انت بنيت حتى في الايام دي ما تهدلكش، هيتهدلك وهيزال مخالفتك، ومفيش تصالح في مخالفات البناء اللي حاصله دلوقتي نهائي. في نيابه عسكريه، يعني في ازاله، وعلى نفقه المخالف، انا باكد تاني، في ازاله على نفقه المخالف وفي تحويل النيابه العسكريه. حصل بعض المخالفات دلوقتي في المدن الجديده، ويمكن احنا امبارح نشرنا فيديو لازاله مخالفه في مدينه الشروق، واول امبارح كان في ازاله مخالفه في مدينه القاهره الجديده لبعض برضه المواطنين اللي بيحاولوا ان هم يعلم او يبنوا في الروف او خلافه. وباكد ان كل اجهزه المدن الجديده على اوبك الاستعداد، وفي تكييفات من وزير الاسكان ان هم يوميا يبقى في مرور. طيب، واي مخالفه يتعاملوا معاها على الفور. اكتر الاماكن او المحافظات اللي وجدت فيها مخالفات ايه يا هاني؟ والله وزير التنميه المحليه كان طلع تقرير من كام يوم عن المحافظات اللي فيها المخالفات، ويمكن محافظات الدلتا للاسف الشديد ان هي محافظات الدلتا اللي فيها اجود انواع الاراضي اللي احنا كلنا الدلتا دي الدلتا دي البحيره الدلتا اللي هي محافظات المنوفيه والغربيه والشرقيه، كل محافظات الدلتا ديت كلها اللي فيها اجود انواع الاراضي دايما تبقى فيها المخالفات اللي بتكون على الارض الزراعيه. فبالتالي احنا دلوقتي الاراضي الزراعيه اللي نفعتنا دلوقتي يا استاذه لميس في الازمه العالميه، وبقى عندنا دلوقتي محاصيل بناكل ونشرب منها، يا ريت الناس تعرف ان انت ما بتبني على بنا مخالف، ما بتضرش نفسك ولا اسرتك فقط لا غير، انت بتضر المجتمع كله، لانك بتقلل حصتنا جميعا من الاراضي الزراعيه اللي هي بتمثل لنا الامن الغذائي. في دول دلوقتي ما عندهاش محصول
او ما عندهاش سلع غذائيه لمواطنيها، فبالتالي انت بتاثر علينا جميعا. يا ريت كلنا يبقى عندنا وعي بالموضوع ده. بشكرك. نعم نعم. باكد تاني يا استاذه لميس ان الدوله مش هتسيب اي مخالفه، اللي هيعمل بكره مخالفه هتتذال، اللي هيعمل بعد بكره هتتذال، وفي اجتماعات لاحقه وسابقه وكل دقيقه من ومتابعه من رئيس الوزراء ومن رئيس الجمهوريه شخصيا للملف ده على وجه الخصوص. بشكرك شكرا جزيلا هاني يونس المستشار الاعلامي لرئيس الوزراء. مره اخرى مفيش طوبه هتتبني، يعني ارجوكوا مفيش مخالفه هتعدي ولا طوبه مخالفه هتتبني، ومفيش كهرباء هتدخل، مفيش تصالحات في البنى الجديد، مفيش اي حاجه من الكلام ده. ده كان كلام سابق، دلوقتي في نيابه عسكريه وفي بولدوزر هيدخل زي الصور اللي قدامكم دي، نصوت بقى، نلطم، نقول حرام عليكم يا حكومه وديتونا في داهيه، كل الحاجات اللي احنا سمعناها واحنا بنتفرج على الفيديوهات دي ما مش هتاثر فينا على الاطلاق، لان هذا عمل مخالف للقانون واعتداء على اراضي الدوله واعتداء على الاراضي الزراعيه.